السلام عليكم، مرحبا شباب، عاملين ايه؟ النهارده معانا فيديو يوم ماستر دول. مقطع النهارده شباب هدخل تحدي صعب جدا، تحدي صعب جدا ضد تشكيله التماسيح، ضد يوسف. وده المقطع رقم اللي مكتوب قدامكم بقى. تمام شباب، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اول حاجه حابب ابتدي بيها، يا سنايبر لو سمحت اعمل لنا الانترو لو سمحت. حاضر حاضر، ده استفتاح كده. وانا الاول يا جماعه، لعلي دي رساله من عند ربنا ان المقطع ده الجيم ده يبقى بتاعنا. احنا بنلعب ضد يوسف، بنلعب ضد تشكيله التماسيح. بيقولوا ان دي تشكيلة جيمر بدأ الاول. وده مش مبشر. اهم حاجه لو اتفرج على المقطع ده وسمعنا الاذان نقوم نصلي احسن. ننساش ان احنا نذكر الله ونصلي على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، نحط لايك متين وندعي لاخواننا في غزه، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، ونشترك على القناه لان ده بيساعد. مقدمه طويله قوي، كل مره بتطول. صح، مش عارف مره زودت يعني مشكله. مره بقينا نزود. اقول لك على حاجه جيمر، اقول لك على حاجه، هسالك على حاجه. انت معاك قش؟ انت معاك قش؟ معاك قش ولا انا معاك؟ اعوذ بالله. لا الحمد لله، خلاص بما انه قال اعوذ بالله عند اثنين. بص يا جماعه، يعني انا بلعب ضد يوسف، بس احتمال تلاقوا ناس يعني في ناس معانا بتلعب، فاهمين يعني؟ احنا جينا في وقت مش مناسب يعني، من الاخر دخلنا في وقت مش مناسب يا جماعه. انا بلعب ضدهم كلهم اي صراحه يعني. انا الهند معايا يعني مش هقول لك زفت صراحه. الحمد لله صراحه، الحمد لله. شت عشان كده سالتك على ايش. ما قلت معاك ايش؟ لا معيش. لا صح. إيه؟ طب شوف، انا هقول لك على حاجه، انا مش هلعب كتير. امال معاك؟ ما هو انت عملت عندك ريسولف، وانا بقول لك الريسولف ده يبقى معاك يا اما براندد اوبننج يا اما معاك ماكسي بورد. والله انا مش هلعب كتير بقى. ليه بقى؟ علشان انا مش حمل ان انت تسحب كتير، مش حمل ان انت تسحب كتير بامانه الله. فهي التكفيه عليك الورقه دي وخلاص. خلاص انا سحبت ورقه، اقسم بالله حبيبي اللي انت سحبتها لي. ابدا لك كومبو. سحبت التمساح الكومبو. تمساح الكومبو؟ التمساح ده افكتد وكل حاجه. كل حاجه والله العظيم. ده التمساح اللي كده كده. بص يا في التماسيح بتكمل بعضها. التمساح بيخلي التماسيح افكتد. ماشي، انا معايا شغل كتير والله، بس انا مش هقدر اخليه يسحب اكتر من كده. الورقه اللي اتحطت دي ايه؟ غششني. اللي اتحطت دي ولا تقلب الطين على راي ابو كلبش. والله اللي اتحطت دي ما تدخلكش الحمام. هنعتمد بقى على ايه؟ هنعتمد على اخطائي. وبيغلطش. لا 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 يا عم. ليه يا عم نبي؟ مش عارف. بني ادم. لا بني ادم. مورو بيقول على اي حد ما التمساح ده ايه؟ التمساح مورو بيقول على اي حد زي الفل يجيبوا عينه الارض. اتفرج بقى، بدأنا بقى. كان بيقول لمين يا بختك عندك بي سي؟ البي سي بتاعه باظ بعدها. الله اكبر، اعوذ بالله. على فكره يا جمال، انت هسالك سؤال يا جيمر، انت معاك نيبيرو في المجموعه؟ لا كسبت خلاص انا كده الحمد لله، طمنتني. في المجموعه مش في ايدي يعني؟ في المجموعه كمان. اشمعنى يعني؟ ايوه يعني عشان ما تسحبوش. فهمتني عشان ما تسحبوش. بس انا يعني بعد اللي حصل فيك بالليبرنث اخر مره، رحت انا لعبت ضد مورو وكسبت. بجد؟ وايه بالالدلش يا اسطى؟ افهم، الالدلش كاونتر للابرين، والتراب تريكس كاونتر للابرين. يا جيمر شوف التنين بتاعك. مش دلوقتي. تصرف حكيم اصلا. التنين بتاعك اخره يجيب لك ايه؟ هيجيب لك الدسك دراجون بالبت اللي في المقبره. هنشوف الموضوع ده دلوقتي. انا بس ايه، مش عايز اعمل حاجه دلوقتي غير في الوقت المناسب. هو بصراحه هو اي وقت مش هيكون وقت مناسب، لان انا وحوشي كلها ان افكت. وحوشك انت كلها ان افكت؟ اتخيل. وحوشي كلها ديناصورات ان افكت. هو انت ما فيش كلها اكتب. مفيش ايه؟ ما فيش سينكرو اكسيز اي حاجه لينك؟ في ان شاء الله. طب ما تورينا كده اي حاجه. بس حتى لو انت يعني مش هنزلهم عشان عارف ان سوبر بول هيبقوا افكتد عشان هم الديناصورات. دي سوبر بول دي ولا ايه؟ بس برضو على فكره انا وحوش انا فكت يعني، حتى لو نزلت لك وحش فيوجن مش هتقدر تستخدمه كفيوجن، لا بفالن ولا بسوبر بولي. يوسف للاسف اللي بيحصل ده كتير كده.
ممكن كود الروم كده انت مسيح انت مسيح مروق. لا لا انت مسيح ما تلعب داينو داينوز كومبو ولا داينوز كنترول تلعب ايه داينوز كومبو ولا داينوز كنترول كنترول ايه يا عم اعوذ بالله مش مورو انت يعني شايفني مورو بالظبط انا حاسس ان جيمر شكله مجهز لنا حاجه من العارف تقيله. ما انا مش هقعد اتفرج عليك. ايه بقى والله العظيم انت لو مكان معاك الماكسي ده انا جبت لك اللينك اهو ماشي عشان اصلا عايزك تجيب ميرو جي عايز اكتر وحش في الملعب عشان اهجم عليهم وهم في الدفاع. طيران ها ماشي طيران طبعا يا والله شكرا على الهديه بجد والله ما عارف اقول لك ايه. حبيبي جه او حبيبك يعني يلا ربنا يستر. افكر اعمل ايه اعمل كده يا رب خطتنا تنجح واعمل كده بس للاسف المعده بتاعتي راحت. هو ده بيعمل ايه اللي انت نزلته ده بيقول لك كان تارجت وان هيجيب لي هيرجع السكراب راب فهمت. هتجيب مين انت بقى اللي هو السكراب رابتور ده وارث مش هتقدر تبنشه عارف ان البراند فيها بيستيال. هي التراب دي تقلي بيضة ولا ما تقليش بيضة ما تقليش بالطين والله اكل بيستيال الاخ مورو مسميه المخص الكبير البيستيال البيستيال الابي بس هوب 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 يعني اللي بيعمل ايه اللي بيحصل ده مورو قلب فيديو قبل كده صباح الفل. طبعا انت معاك ميرو جيد وحالتك فل الفل فل الفل. ايه يا عم انت عمال تقول لي انا ان افكتد انا ما اعرفش ايه انا ركبي بتخبط على الجيران. انا عايز افعل حاجه دلوقتي يا رب بس هي مخاطره بس يا رب تيجي بايه تيجي بمفعول مخاطره الصراحه. اتاخرت انا اتاخرت الهبل ده اتاخرت مخاطره ماشي اللي انت عملته ده يا مخاطره ايوه اللي بس انت عملته يعني ده هيعمل ايه اللي عملته ده يستدعي لي وحشه من المجموعه اوكي كويس خلصنا من المخاطرة. وانت متوقع انك هتعمل كومبو كده يخش له في قد ايه يعني؟ لسه معايا كتير لسه. ده انت راسم خطة ان انت هتعمل كومبو داخل له في كام نجيت على كام ديستروي على كام على كام؟ لا هو بصراحة يا عم وسيبك من كده هتعرف تفنش الدور ده ولا لا؟ الساعة 12 لو سابني في حالي هعرف. الوحش ده ان افكتد؟ لو اتشرت تفيد استحالة حدوث الشيء او جرب كده عشان ما تقولش علينا الصاب جرب ميروجي. لا ثواني بس ابزيس كارد سبيشال كان تارجت ما اعرفش ايه كان اون ذن سبيشال سامون شاف ايه يو كان ديستروي دو كارد ايوه ديستروي فعلا ديستروي كارد وان كارد جريف يارد ديك مش عارف ايه سبيشال. طب ما فيش يا عم ان افكت ده. طب جرب كان تارجت يبقى انا غلطان كده شكلي مش ان افكتد مش يعني هو مش مكتوب ان هو ان افكتد مش ده ماشي العب توثق فيا وبتديني الامان ليه كده. ما احنا بقى ما فيش معانا كلام كتير عايزين نستغل الميرور جيت كاخر سلاح بقى اخر سلاح استنى لما يجيب وحش الان ديناصور وشيله. لا يجوز هذا التصرف. هو ده انت شكلك مش هتجيب وحش الان ديناصور اصلا. هو ده صح ايه هو ده هو للاسف الشديد الالتيميت تايرينو ده البوفتي. بص ده اللي قفل العالم مش الاندر وورلد. لا ده اللي قفل العالم. هو باين من شكله اصلا عنده شلل شكله مرعب ده التمساح الكبير. والله العظيم يا جيمر انا ما بحبش يعني اكثر بخاطر حد بس هو يعني ان افكتد مو عشان ديناصور بس انا افكتد بالاكتيف ده بس انت ما عندكش حاجه في الدك غير الاكتيف. ماشي مش مشكله فهو يعتبر انا افكتد باي كل حاجه بالظبط وبصراحه ولا حتى ده يفيد ما استفدناش بالميرور جيت واللي حصل ده حصل عشان... فجاه ما اعرفش ليه ما انا عارف ان هو حصل فجاه كنا استفدنا بقدرته حتى على الاقل. ما هو انا رسم الخطه ان انا اصلا يعني وحش كله اصلا انا افكت يعني حتى لو كنت شغلت الميرور جيت حلف بالله ما هيجيب لك وحش نان ديناصور. ايوه مفيش هي هو الماكسي بتاعه النان ديناصور اجيبه امتى دلوقتي وانا مطمن. الله ينور. وحتى كنت متوقع ان هو لو ما فعلش مثلا الميرو جيد كنت هتجيب له دولكا يوم ما تجيب نون ديناصور كنت هتروح جايب الدولكا على طول. ما بس مش هجيب دولكا ليه عشان تنجد. لا ما الخطه مرسومه كويس انا بادئ سكند يبقى مش هعمل الكومبو بتاع النجي انا بادئ سكند يعني هعمل كومبو الاو تي كي عارف غزال الاو تي كي انا الاو تي كي بقى فنش بقى انا الاو تي كي نفسه احنا بحب افنش بسرعه ما بحبش اقعد ازل في اللي قدامي. لا انا بزلش انت عارف وحتى
وحتى انا بحب فنش بسرعه السبب برضو ان بيرو ده بيهجم على كله صح؟ اه للاسف بيهجم على كل الديفنس بوزيشن آه. كله خد يا ميرو ويعمل لهم سيند سوزا جريف ويعمل سند ويديك ألف دم تمام يبقى كده خلاص كده بلح بلحاوي ده البوف في زحلية ده كده كل بلحنا دي التماسيح في زحلية او الزحل في تيك ماشي ماشي الزحل في تيك الزحل في تيك ماشي اغير لا زي ما انت بقى زي ما انت تماسيح 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 اه يعني ايه ما ملهاش كبير محدش هيوقفها يعني مش عارف ابدا انا فرست ولا قوانين انا خسران يا باشا انا فرست انا نفسي ابدا فرست واوريك الكومبو والله انا خسران فرست لو سمحت اخسر اخسر وادخل فرست لا ما اخسرش يا باشا ما اخسرش اه بما يرضي الله اه يعني الماكسي ما سحبليش حاجه غير ورقه ده ظلم هو سحب لما شبع لا تقهر ازاي لسه ما نزلتش في الميتا طالما كل ورقها انا فيكت يا اسطى ما هقول لك بص يا طلع المره دي بجد يا جماعه انا سحبت وحش المره دي انت عندك دكات كتير مش هي اقوى دكات او ممكن نقول هي اقوى دكات ولكن قول معايا لانه فيها نسبه بريكات عاليه شويه للدايره ترى اه الصراحه انه اه فيها نسبه بريكات ده يا جيمر انت معاك بريك ولا انت حسدت انا بريك برضو بلس الكومبو طويل يا اخي طويل طويل بس اهم حاجه الكومبو كويس في كومبو يعني طويله جدا انا ما يهمنيش الكومبو طويل قصير انا بصراحه احلى مجموعه استمتعت فيها التيرلمنت والله العظيم يعني انا كنت بالتيرلمنت دي انا كنت بعمل حاجات كان بما يرضي الله بس يلا بقى ربنا ينتهي من اللي كان السبب عندك مسك مسك عيب اقول لك حاجه اقول لك حاجه وفصل ديك كمان التيلمنس يا اسطى مش عارف في ناس بتقلبها لك كومبو طويل عريض مع مجاميع تانية او حاجه زي الزفت كده كده مساعده لو عندك كل باي دي على مسك التيلمنس ركز انت بتلعب ايه لو عندك كل باي دي هالمسك لا معلش مفيش لا خلاص بص متوسطه في كل حاجه اللي ساعدني اللي ساعدني الفصل ديك عيبها انك تقفل المقبره كنت ساعتها بنزل في السيزون ده الفقر اللي كانوا زيي ما كانوش معاهم التيلمنس كنت بتحط كنت بتبدا فيرست تلاقي خصمك بيلعب تروح لعب له الشيفت يروح لا يدوره عشان على ايوه الديمنشن الشيفت تعرف يا جمر ان انا هحاول افنشك من غير ما استدعم الاكسترا ديك خالص فبعد ما انت تعمل كده هو بين يدوره على انا عشان انا حاسس ان جمر معاه حاجه حلوه تروح حاطط له ديمنشن الباري ليه راح ضغط زرار السرند على طول جمر ما بيلعبش بديمنشنال بارير لا 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 جمر انضف من كده بكتير ديمنشنال فيشر معلش مش ديمنشنال بارير انا هحاول اجيب صح عشان التيلمنس بيودي كل الكروت بانش الحركه اللي انا عاملها دي صح ولا لا احاول اجيب دولك عشان البت ديت مؤذيه الصراحه انا بت البت كويم ده ايه انا بلعب ببراند ده هو فتح السنايبر الفتح شير عشان السنايبر فتح كويم كويم اه وعنده حاجه في المقبره اه عنده فالن لا مش فالن لا 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 بريك انا معايا بريك فكرت فالن عنده ايه في المقبره ابو اسال لك حاجه طالما ما عندوش فالنو في البز ولا كارتيسيا في المقبره يبقى لا انا كنت خايف فعلا انا كنت بفكر ان هو معاه خلاص البراند راحت عليها ما بقتش ايوه البراند ماتت لحظه هيجي هذا هيجي الانجل الجديد الكايميرا تتلعب لا 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 لا, لا. بس هي البراند بصراحه البراند بص هي كده كده مش فارقه البراند عندي مركبه على الحساب ما بلعبش بيها لا يا جماعه البراندد طول للامانه برضه انا طول ما في طول ما في انجينات نازله دعم للفيوجن البراند هيفضل فيها الروح ما تقولوش عليها كده بس انت يعني بص هو انا اقول لك حاجه انا بحب الارت تايب بتاع الارت تايب بتاع وما فيهاش وان كارد كومبو انما لو جيت بصيت مثلا على السنيك اي لا انت ممكن يعني بريك فيها صعب ايوه ده ايوه انما ما فيهاش وان كارد كومبو طب ما انت عندك اكتر مجموعه اكتر مجموعه استمتعت فيها هذيك الفتره براند التيرلمنت لما كانوا فول باور اوه بس تعملها التيرلمنت عشان انا ما كانش عندي فلوس اجمع التيرلمنت لوحدها برضو على فكره أيوة التيرلمنت لوحدها مؤثريه برضو مع يعني البراند دنجل حلو انت مش مستنيه لما يجيب الدولكة دي ما بتدفعش يعني... يا احمد غير لما ناس تلاقي وحش من الاكسترا ديك يعني تخيل أوه. مثلا تخيل مثلا اعمل ايه بقى ثلاثة ماسكرين روكالوس ومين رجل ايه ده براندن ريت جارديان كايميرا جارديان كايميرا ايه ومع حاجة في الملعب ايه ده ده مفيش حاجة في الملعب برضو مش هيفيدك المسكريد مش هيفيد المسكريد مش هيفيد الاول كان هيفيد في الاول المسكريد مش دلوقتي
انت مش تعمل ما المشكله انه ما كانش عنده حاجه في المقبره يجيب بيها الماسكريد يا جماعه. انا جبت العيد يا اسطى، انا بتكلم على البراند. انا الاول عارف ان الدك دي مش ليا اصلا. ماشي فورن وتايمر. انا العب بدكات بيض بس. انت بتلعب دكات بيض يا اخي؟ انا مش بيض، بلعب كومبو كنترول، ما بحبش العب في النص دي خالص. شوف نزلت لك وحش كيوت ما بيعملش حاجه اصلا، وحش نورمال. الوحوش النورمال دي اللي بتخوف دايما، بيبقى لها كده ورقه مساعده. النورمال دي وراها بداوي صح؟ انا عارف انا عارف. فاكر اليومي؟ يلا ده من اكتر المجاميع اللي بكرهها ومش عارف انساها. اليومي، اليومي كنترول، اليومي اليومي السفينه المعفنه دي والفيلس بيل مساك. خلاص هتزعجك وخلاص، حتى لو هتخسر هي هتزعجك. تخسر تحدي يا على فكره. تايل هتكسب من غير اكسترا ديك. ايه قايل؟ قايل هتكسب من غير اكسترا ديك. قايل كذاب. فاسف، انت كان على مزاجك بقى يلتزم بيه. شفت يا عم بيرجع في كلامه ازاي؟ شوف الترانو مين اللي بيرجع في كلامه يا جماعه؟ انتوا بتتكلموا عن مين؟ صعب يعني اللي بيحصل. وجع قلب والله. بص يا جيمر، عندك خيار من اثنين، اما التحدي بتاعنا اليوم والانترو بكره او العكس. لا الانترو دلوقتي. الانترو اهم الصراحه، الانترو اهم. عشان الجيمر وراه طيب ورا تنزيل. لا بس كمل كمل السكرين يا اصلا. طيب انا بعت لك مقطع يا جيمر، ممكن يا ريت لو تشوفه. ماشي. لا بصراحه كده كده انا مش هستدعي الجاينت ريكس كده، انت بتخرب عليا. ما ينفعش الوحش ده، مش وانس الوحش ده جامد. بس ما بينجتش سبلات. لا للاسف. بس اخره اخوه بينجت اسم الله. اخوه اللي بيعمل نجت اسم الله. يا جدعان يا جدعان مش ممكن. ايه ده؟ تعرف لو فعل يا جيمر، فعل اقوى خاصيه في ماستر تول كلها. تعرف لو البيون اجى في بدايه التيرلمنت ده كان هيعمل شغل جامد. كانت هتبقى تير زيرو قوه 50 60 يعني، كانت تبقى لها دول. ايه يا عم انت خدت كل الورق يا عم؟ خدت كل الورق؟ تاخد الورق اللي في ايدي؟ تاخد الورق اللي في بيتنا؟ انا شايف حد بيقول اخوك اهو. كمل اهو. اجيب اخوه اهو. يعني اتفرج على اخوك عمر بقى عشان انت حبيبي وبعزك قوي. انا بصراحه هجيب لك الحاج سليمان دي. جبت رانو تاني. استغفر الله العظيم يا رب. هو انت عارف بقى الديناصور الاكسيز اللي فوق الدولكه ده؟ الحاج سليمان الصغير ده، الحيوان الاليف بتاعه. طالما هي قويه كده يعني، والله ما شفناش تير 3 حتى. لا يا جماعه، لا ثواني يا جماعه، انا براند ما خدتش فرصتها. اول جيم يعني قوه الماكسي برضو ايه خلتنا نكنترول. تاني جيم كان معايا بريك. هتدخل تاني يا باشا؟ دلوقتي بقى بيست اوف 5 بقى. بيست اوف 5، بيست اوف 10 كمان، بيست اوف 100. بلو دارك بوزيشن على البلو. يوسف جيمر لن يقبل هذه الاهانه. يوسف جيمر سينتقم. انت عارف امتى؟ عارف امتى هقول لك انت تمام؟ لما يبقى انا معايا يعني سحب متكامل واقول لك. اول ولا الثاني؟ اول طبعا. كنت اعمل لك فول كومبو وانت تكسب. لا مش فول كومبو. هلعب مش يعني، حتى لو هو معاه ماكسي برضو ما هنعتبرها مش موجوده وهنكمل عادي بقى وخلاص. المره فاتت عملنا حساب لماكسي مش هينفع يعني. ما هو بصراحه يعني اجيب وحش واحد هي المجموعه بتاعت الصراحه بتعتمد على انها تبدا سكند ضد البراند بالذات. يا سنايبر اضغط كمل. دخل لك كاونتر. معاك اش او ماكس؟ هنكتشف. ماشي يبقى معاك. هنكتشف. نكتشف دي بتاعتي. هنكتشف. هو طالما هنكتشف يا اخي. انت معاك منك يا شيخ. انت معاك ماكس او اش؟ ها يا رب. جيمر 3-0 عيب قوي. ها ماشي لايف. ما انت ماشي يا اخوانا، ما احنا برضو نراعي حتة الكلام اللي انا قلت عليه في الاول. ايه اول جيم ده صاحبتك دلوقتي ما عليهاش كلام؟ عتكة ما فيش فيها كلام. طب خلاص ما فيش حاجة. ما فيش حاجة صح؟ ما فيش حاجة. ما بحبش الكلمة دي الصراحة. عتكة والصراحة يعني انا بقيت الثلاث ايام التاني، ودي حاجة الصراحة انا ما بحبهاش. لا احنا عايزين نشوف تحدي حقيقي. انا اكون داخل مجموعة الحقيقي دوت. التحدي الحقيقي ده هيكون ان انت تواجه بورد حقيقي، مش تواجه واحدة حزينة واقفة لوحدها تعبانة بتعيط. انا عايزك تجرب برضو البورد ده. ده انا بكره كويم دي على فكرة يا شباب. خمس باقي خمس ساعات على الباك الجديد. انا مش هفتح عليه، انا فقير. سلفني شويه جيمات جيمر. انا معيش غير 79 جيم. انا معيش غير انت مع انا معيش غير 75 جيم باين. فاير كينج ولا ايه؟ انت حسبت يا جيمر ولا ايه؟ دعم الارش فيند.
فاين كده عمال عمال كل يوم العب العب مع ناس ما بخشش رانكت خالص. شوف طيب انا منزل بيقول شوف بقى شوف بقى شوف بقى ده اللي بنتكلم فيه بقى في الاخر بقى ايه يلاقي الاثنين الحزانه اللي قاعدين في الملعب دول يتامى يعمل بقى فرشه قد فرشه طب عارف انت النجمه الحديديه ويعيش بقى. انا انا دايما بعين يتلعب مع سنيك اي على ما يتلعب مع سنيك اي القش للبراندد فيوجن ما تفهمش ليه بيني وبين الورقه دي عقده. خلاص كده يا جماعه كده خلاص حلوه الانشين دي سول دي ولا لا؟ اوه يا نهار ابيض مجموعه كنترول لما البراندد فيوجن تاخد قش خلاص هيجيب انا افكتد المس دلوقتي جابه ومعايا دي باي. معايا الوارث الدعم الجامده دي انت ساعد فول هاند صاحب كل حاجه مورو بص مورو ده عاوز يعمل حاجه ما بيعملش كنترول انت جاي بيقول لي ايه انا عاوز اجمع داينوس كنترول الهاند بتاعتك يا جمد كانت على التكه قلت له جمع الكومبو اصلا بيقول لي لا انا بحب ما الكومبو باظ يا بوتيتو بالقاش هعمل ايه طيب لا انا شايف ان التشكيله دي اذا في شيء تم اعاقه الكومبو بتاعك اش بقى وكلام الاقرع ده كله خلاص انت مش ده مش معناه ان انت جامد ده معناه ان انت ده معناه ان انت الاش هي اللي جامده مش انت اللي جامد. ايوه اكيد الاش اللي جامده هو انا الاش نفس المنطق المفروض لو البراند التوب زي ما انت بتقول مش من اول نجيت تطير كده. انا متفق مع الكلام ده ايوه الصراحه انا المجموعه بتاعتي ما بتقفش باش واحده انت ممكن تبلعني اش وكم يا اسطى انا كنت بلعب في الرانك ما كل مجموعه بقى شباب لها فلسفتها الخاصه كل تشكيله يا جماعه لها فلسفتها الخاصه بتبقى جامده من اتجاه مش هيبقى كله زي بعضه البقى في مجموعه قوتها في السبيل ده قوته في الاستدعاءات الكتير ده قوته في الفيوجن ده مثلا مثلا ادي شفته للداينو قوته في البلد زي ادي شفته للداينو راحت لابرنث الفكره اغلبها بسرعه لابرنث من الحاجات اللي بتغلبها بسرعه لا مش قصدي كاونتر ليه يا حب ازاي اعرف فكره المفروض لا ما انا ما لعبتش الميس لسه ما انت حمار لا إيه انت حمار انت المفروض تلعبها اول ما تتاخر انا ما خلصتش لسه بس مش هيدمر لك الديناصور التاني اختر بحكمه يب الفينوم ماسكريت يكش يزهق بقى ويبطل تاثيرات الفينوم تاثيرات الكتيره دي يلا يلا مش فارقه انا اخلص منهم حالا هجيب لك ماسكريت كمان خلي اللي تشيلون عشان تجيب ماسكريت هات لي كمان واحد جيمر اجيب لك والله تبقى لو اتنين مستريد هيبقى خلاص قفلها عليه نعم يا اسطى انا لا انتهي بهذه السهوله وليس مستحيله في جعبتي الكثير بس خلاص هو كده انت كده استهلكت كل اللي عندك انا لا يا حبيبي عندي انت بتقول ايه انا جيمر استهلك لكن انا لا فانت قلل شويه اي اي يلا بقى يلا لسواعه بقى انت مش معاك التيران ولا ايه اهدى يا اسطى بقى ما تشتتنيش خلينا رك يا جماعه كلموه يا جماعه خلوه الشت انزل بالتيرانو انزل بال عم الناس يا جماعه انتوا بتساعدوه هو يا جماعه ساعدوني انا يعني ساعده ايه هو اصلا ده حافظ هو اصلا بيلعب الورقه ليه عشان ينزل بالتيرانو وانا بقول لك العيد العيد اصلا هيهجم على الاثنين صح هيهجم على كل دوم بيتوه هيهجم عليهم هما الاثنين وهيحولهم للدفاع يب ويجي يبات عندنا ايوه ايه يا عم ده يا عم ده وحش هزو اقسم بالله ويكمل الكومبو بتاعه بقى زي الفل والله وحش هزو يقلب الورق ويضربه لا 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 يقلب الورق وبعد كده يضربه كله وبعد كده يأثر في الدفاع وبعد كده عارف انت يعمل كل الوحوش الدفاع ويعمل لهم سيت كذا جريف ويديك 1000 ده ويعمل شعريه باللبن كل ده انت تخيل عندك وحش كانت بي ديسترويد بباتل او كارد افكت هو يجي يعمل لك فليب ويعمل لك سنت فيزا جريف ويديك كمان افكت دامج تخيل النيتوريا لو هجم عليك وحش النيتوريا وكان الاتاك بتاعه صفر هجم عليك في الدفاع او هجم عليك في الهجوم لو الوحش بتاعك هجومه 100000 انت اللي بتدمج الفرق انت اللي هتتدمج الفرق يعني مثلا انت معاك وحش قوته 8000 وهو معاه نيتوريا قوته صفر اهجم يا يوسف اهجم يا يوسف اهجم يا يوسف اهجم يا يوسف انا احب الماء اهجم بقى اهجم هو اصلا بس انا بجيب الماء في الاول عايزين نشوف كده في حاجه بص ده نفس يجي بقى هينزل بوحش فيوجن جيمر زعل يا جماعه جيمر زعل الخروف هيقول ماء ويجيب وحش وانت فرحان بالخروف يا اسطى في
انا بحب الخروف. ما تجي ضد ايش بعده؟ الخروف اللي هو كروس شيب، مش اي خروف تاني. نجيب ده، نجيب ده للفولو اب. نعم. ما تجي ضدي بعد جيمر. اوكي يا سنايبر لو سمحت، علشان خاطري براندد الانترو. خلص الانترو، الانترو لو سمحت يا سنايبر، خليك بس في الانترو وسيب جيمر. هو مسلى يوسف متكفل. سيب لنا الشير مفتوح يا سنايبر وروح اعمل الانترو. ما لازم جيمر برضو يختار. انت جايب كم واحد؟ جايب اتنين؟ ثلاثة، خمسة. جايب يونيكورن ليه؟ جايب مايك في يونيكورن ليه؟ جايب يونيكورن ليه؟ يونيكورن عمك. إيه هخلص يوسف هفنشه. هتهجم وكنت هتفنش وخلاص. ما تهجم يا يوسف، ما انت خلاص هتهجم على كله. يا جيمر، ما المسكريس بيجي من المقبرة يا جيمر. اجيب اكسس كاوت. هو الاكسس كاوت. الواد كسبان 3-0، من حقه يستعرض. انا هحرمه بقى من اللذة دي. يلا يا دول اقوى خصية في اللعبة. والله يا عارف المسكريت بيجي من المقبره لما بيكون معايا وحش من الاكسترا دي. ما هو يا حبيبي هيهجم في الدفاع، بيهجم على كله في الدفاع. ما انا عارف والله فتيق وبيعمل بليله وبيعمل كل حاجه. ما هو لا انت وبسبب الوحش اللي هو كان اسمه الله يخرب بيته انا نسيته، وبيهجم على كله بيخليهم انفكتد. ايوه انا جيم ما 4000 جيم يعمل حاجه. 4000 جيم يعمل ايه؟ لا ما يعملوش. نحاولت اعمل سنيك اي بس اعمل ايه؟ اعمل سنيك اي اوري اصلا. السنيك اي معايا جيمر معايا اوري. لا احنا سايبهم للتقيله بصراحه. هو انت صرف حاجه دلوقتي وفر للفاير كينج. وفر للفاير كينج. الفاير كينج بيقولوا هو فاير كينج، وهو قفل حضرتك في مقطع النهارده وراح بنتكلم عليه في جيم ماستر. دول مقاطع ليا، ويبقى معانا الشله دي كلها، هذه العصبه تطلع معانا في كل المقاطع باذن الله. العصبه دي بصراحه عامله جو جامد جدا. حبيبي جيمر يا جماعه، انا عايز لايك لكل واحد، يعني يعملوا لايكات من حسابات مختلفه. لايك لسنايبر، لايك ليوسف، لايك لبوتيتو، لايك لنصبه. بس عايز انوه على حاجه، انا ما برضاش الا ب 5000 لايك من عندي، اقل من 5000. يا جماعه احنا كتير اهو، احنا عايزين بقى 5000 لايك في يوم. كتير بس والله اتبسطت قوي في مقطع النهارده يا جماعه. مجموعه التمسيح دي مجموعه العينه، حق ربنا حقيقه. والبراند برضه ما خدتش فرصتها، برضه حاسس ان هي برضه يعني اتبهدلت كده. ما ادخل جيم كمان يا يوسف. البراند المره الجايه اتهزقت. لا بس مش عشان هي ضعيفه، مش عشان هي ضعيفه. البراند قويه، البراند قويه، بس التماسيح المشكله انها انفكتد. يعمل نجيت للمسك. خلاص يا احمد، جيمر قال الخاتمه 1000 مره. يا عم عاد نقصها في المونتاج ونعيدها تاني. لا بس انا اتبسطت جدا يا جماعه في المقطع دوت. قول لي قول لي الشفتر الشفتر هيبوظ لك البراندد. ايوه ده حقيقي فعلا. بس ممكن يلعب عليها شويه على الخفيف. يجيب ميرور جي. الشفتر بيقعد دورين. والله العظيم انا واثق في تشكيله البراندد، لكن المشكله ان الكومبو ما اكتملش. ما القاش معطله الدنيا. القاش معطل الدنيا. هو المشكله القاش اصلا، القاش في كل مكان، القاش في كل مكان. البراندد متعرضه للقاش. اكيد اكيد اكيد. ما يدكش فرصه انك تعمل الفول بورد. هو طبيعي اي مجموعه لو عملت الفول بورد بتبقى لا توكر. طبيعي. لا 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 بالله لك كده، انا مصد فول بورد البراندد. طب بس هقول لك على حاجه يا جيمر، الفول بورد بتاع البراندد من غير الجيمك بابت التماسيح تقدر تصده، لان البراندد للاسف ما فيهاش نجيت. يعني انا لما العب المسك مش هتعمل نجيت. بس ما فيش حد بيجيب الا لو معاك العصفوره بقى. فكك من العصفوره. ما فيش حد بيجيب النجيت اللي هو التراب اللي بينجد ده، نادرا ما تلاقي حد بيجيب. الريتريبيوشن ما حدش بيستخدمه غير جيمر دلوقتي وعمله ضد الريتريبيوشن. مش الريتريبيوشن، انا معاك. ما انا عشان كده مجمعها. ماشي يا شباب، هنقف نختم يا شباب، هنختم نقف لحد كده يا شباب. في مقطع مقطع جامد جدا يا شباب، نقف لحد كده في مقطع النهارده. نحب نتكلم على فيجيو ماستر دول. حط لايك شكرا. بصوا يا جماعه، مبدئيا كده معلش انا اسف، يعني يا ريت ندخل على الديسكورد، ننضم للديسكورد ونشارك في البطولات والفعاليات. ادخلوا الرومات، عاملين جو جامد جدا بصراحه. يعني انا بستمتع جدا لما ادخل روم الاقي ناس موجوده، جو عالي بامانه عالي قوي، دماغ عاليه. يعني ادخلوا على الديسكورد يا جماعه وشاركوا في اي حاجه، هتبسطوا جدا. ونستنى الحلقه اللي جايه. سلام. عاش يا رجاله. والله انا هروح اشوف سنايبر. براحتك. انا بس اخش اشوف سنايبر واجي.